حمد أم القلب هو أنه كيقلب على فتاة الأحلام، وللأسف تستمر المعاناة مع غياب طويل. كنت من المواطنين أنهم يدعموني ويقلبوا لعسادة الحظ ونلقى الوصف ديالي أنني بغيت تكون خدامة وأنا نجلس في الدار. يقول أنتم المساواة ما بين الرجل والمرأة، ولهذا دابا راه تقلبت الآية ونجلس في الدار وندير بوشيار ونعجل لك مخمر. ألا لا غير ضيع ليا، وفين راكي انتي؟ الله يعطيك الخير، وراه غنقلب عليك في المغرب كامل. نتمنى من المدينة تصفروا يدعموني ويفعلوا لي الجرس. أنا إذا كنت مرضي ما نكرهش نلقاها في الشاون ولا في تطوان ولا في طنجة. إوا كيكونوا تبارك الله متحضرين وقاريين، واخا ما كيهمنيش الزين، انا كتهمني غير الا كنت موظفه باش نتعاونوا على السلك على الدنيا. وهادشي كاين القضيه ديال القلب هذا ديما هضره ما كيدوبش، هضره القلب ديال حقيقي. وراني جايب معايا حتى البلاكي، حتى جايب معايا البلاكي، راه الفري، راه شاريه ب 36000 ريال ويا المعجبه، هذا راه فري واللي طحت فيه راه غتديه. ايوا انا وتبوكيسا والاناقه وديما الجمال، نفرنا الحنان، العطف، الرعايه، الاحاسيس، المشاعر، نكون راجل. ايوا حاس الحب، شنو هو الحب؟ الحب اخويا راه هو عباره عن ولف، ولف كتجي موراه الثقه، ايوا والثقه كتجي موراه الحب، ايوا الحب كيجمع عاوتاني العماريه والعرس، لا اله الا الله، هذا هو الحب اخي. غنديرو حدا هاد حب الملوكات، حيت انا الجمال ديالي هو حب الملوك، وما شتيش انا راه حتى الميكرو راه لابس اونسومبل مع الكوستيم. ما تبقاش المعاناة كتستمر كل مدينة، وانا راني تهت في واحد الحاجة، واحد السير حمار ديما كنركب عليه، كنقلب عليها مدن مدن، ازقة بازقة. راني لقيت له واحد الكاف وعبارة عن طبيعة، والكاف كما كتشوفوا راه الكاف، راني درت واحد الفيديو في يوتيوب لحتو وريت لهم الكاف فين غادي تسكن. ايوا موفر لها جميع الشروط، راه كاينه تماك العوينه من غادي نبقاو نسقيو، والكوزينه غنديرها لها على شكل حجري، والبدله ديال البدله الاولى، ما راه عندي بزاف ديال البدلات، انا راه متخصص في هاد الاناقه. اول حاجه كنشوف الانسان على النظره، انا من الحب اول نظره، بحال ديك الحجره مع الكوزه، كتهرسها وكتلقى الكوزه صحيحه. هكاك انا تواصل معايا في القناه ديالي في لاشين يوتيوب، راه عندي القناه ديالي سميتها حمادة من القلب النيت، هو انا. ونتمنى من الله انها تواصل معايا ونهضروا، وانا راه فيا الرجوله وفيا بزاف ديال الكاليبتيك، راه عندي مع الفرنسي وعندي مع اسبانيول، هابلو اسبانيول وشوف خونس لا توغ ايفيل بوكو. والماكله الحمد لله ما نخليهاش مخصوصه، كنعرف نطيب، كنعرف ندير اي حاجه، والحمد لله راه حنا طيابه منذ القدم. ايوا كنتمنى من المعجبه انها تشوف عينيا، تشوف من عين الرحمه، وتحنن قلبها عليا وتقبل عليا، ونعجن ونطيب وما نخلي ما ندير، هي تخدم الله يعاونها، تقدر تدير اللي بغات، انا غير نجلس نقابل الدار ونديروا العرس هنا الا بغيتي، بالشمعمع ونديروا كل شيء اللي بغيتي ونديروه، ونجيبوا الحنايه ونجيبوا القوام ان شاء الله. وكما كتشوفوا حتى هذا القلب السكر ان شاء الله راه ما غاديش يدوب، راه غادي نحتاجوه في العرس. ما كيهمنيش انا الزين، كيهمني انا غير الرجوله، وكيهمني الحنان، وكيهمني الاحاسيس المشاعر، وتكون خدامه. كلشي كيقول راه الهوايه فطره، انا فطره، انا خير من المجسمات ديال الفطره. انا اخويا كنت مريض، ايوا كنت خرج من الكلينيك، ولهذا اخويا كتجيني الفكره، قلت شي حاجه نديرها، انني ما نبقاش وحداني، وقتلتني الوحدانية. ولهذا اخويا فكرت انني نلقى سعادة الحظ اللي تكون بجنبي وتوقف معايا، وانا نجلس في الدار. عييت اخي، خصني تنشر بعض الحيوط يجمعوني. الله يكبر فيكم الاخوان، شكرا. المواطنين كيعاونوني، المواطنين تبارك الله كيساندوني وكيبغيوني، وفي هذه المدينة بالاخص مدينة الكراز معروفة بميراج موت يحب الملوك، وكيشهد عليها التاريخ داخلها مسكينة اليونسكو. ولهذا كنتمنى من المشاهدين انهم يدعموني ويديروا لي بارطاج، وشكرا. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.